طيب اخدنا وقت احنا شويه معلش في الاتريال بريشر بس عشان هو مهم وده هيوفر علينا لما نيجي نتكلم عنه هو بالتفصيل. اتفقنا؟ طيب نراجع كده احداث فيس 3 مره اخيره. الفنتريكولار كونتراكشن مستمر والبريشر وصل للاورتك بريشر وهيخطيه فالاورتك فالف فتح. اول ما الفنتريكولار بريشر خطى الاورتك بريشر الاورتك فالف فتح. تمام؟ ايه اللي بيحصل حاليا؟ الفنتريكل بيكونتراكت على البلاد اللي جواه والبلاد بيندفع في الاورطه فضغط الفنتريكل بيزيد وضغط الاورطه بيزيد معاه ولكن تحتيه فوليوم الفنتريكل بينقص لانه بيفضى من الدم اللي جواه. الاتريال بريشر بينقص لان حيز الاتريوم بيكبر عشان الكاسب بتتشد لتحت عكس اللي حصل في المرحله اللي قبله. تمام؟ مفيش تغيرات في الاي سي جي ولا الهارت ساوند. المرحله اللي بعد كده المرحله الرابعه اسمها reduced ejection phase. اسمها ايه؟ reduced ejection phase. خلاص؟ يعني ايه reduced ejection؟ يعني هي شبه المرحله اللي فاتت قوي لان برضو بيحصل فيها ejection ولسه الاورتك فالف مفتوح ولكن الايجكشن اقل شويه. ليه اقل شويه؟ لان كميه الدم اللي اندفعت للاورطه في المرحله اللي فاتت ابتدت تهرب للبريفري. تمام؟ وكميه الدم اللي بتندفع من الفنتركل للاورطه ابتدت تبقى اكبر من الديفلوبمنت اوف ذا بريشر. العصره بتاعه الفنتركل خلاص هديت شويه، مش هديت عشان ضعفت لكن هديت عشان انا في اخر الكونتراكشن خلاص. تمام؟ وكمان البلاد مشي فما بقاش نفس الكميه معصوره جوه فالضغط ابتدى ايه يهدى شويه جوه الفنتركل. يبقى ضغط الفنتركل عالي قوي هنا. تمام؟ وعلى معايا ضغط الاورطه وبعدين ضغط الفنتركل هيبتدي يهدى شويه بشويه. خلاص هدي ليه شويه بشويه؟ علشان زي ما اتفقنا كده الايه الكونتراكشن في اخره والدم لسه بيندفع ولكن اندفاعه اقل عشان انا في اخر الكونتراكشن وعشان في كميه كبيره خلاص مشيت في المرحله دي. تمام؟ وعلشان الايه الاورطه البلاد بيهرب منها فالدنيا ايه لتحت. خلاص يبقى انا لسه في الايجكشن ولكنه ريديوسد ايجكشن. طيب الليفت اتريال بريشر لسه بيزيد. خلاص هو خلوا بالكم هو نزل في المره اللي فاتت مع نزله الكاسب وبعد كده ابتدى ايه يهدى يهدى يبقى تحت رحمه مين؟ الدم اللي جاي له من بره فبيعلى بالتدريج بالراحه جدا جدا. ده الليفت اتريال بريشر. خلاص طب بالنسبه للفنتريكولار فوليوم هو كان نزل قوي المرحله اللي فاتت هنا هينزل برده بس حاجه بسيطه عشان كده اسمها ريديوسد ايجكشن. تمام؟ ايه اللي بيحصل هنا في كهربه القلب في المرحله دي؟ ريبولاريزيشن للفنتريكل. تمام؟ هو الكونتراكشن زي ما قلنا ايه لو تفتكروا الكيرف بتاع الكاردياك كونتراكشن لما بنركبه على الاي سي جي بنلاقي ان الكونتراكشن ماشي مع البلاتو وماشي مع الكيو تي او الاس تي سوري سيجمنت. تمام؟ كل ده كونتراكشن ومكمل شويه الكونتراكشن مع بدايه الريبولاريزيشن اللي هي فيها التي ويف. تمام؟ مكمل مع الريبولاريزيشن فيز 3. اوكي؟ اول فيز 3 في الفنتريكولار اكشن بوتنشال في الاي سي جي تي ويف. تمام؟ طيب احنا في هنا ايه تغيرات بقى ما اتكلمناش عليها؟ الهارت ساوند ما فيش حاجه هنا حصلت ليها اصوات. تمام كده؟ يبقى تاني ريديوسد ايجكشن فيز ايه اللي بيحصل فيها؟ استمراريه للمرحله اللي فاتت ولكن بضغط اخف فالكيرف بتاع الفنتريكولار بريشر ومعاه الاورتك بريشر الاثنين بينزلوا. تمام؟ الفنتريكولار فوليوم لسه بيقل ولكن بدرجه اقل، معدل النقصان اهدى كتير. فنتريكولار ريبولاريزيشن بيحصل هنا عشان كده تي ويف، مفيش هارت ساوند. طب وبالنسبه للليفت اتريوم، الليفت اتريوم منفصل عن الفنتريكل في المرحله دي، خلاص التاثير بتاع الدروب اللي حصل في البريشر مع شده الكاسب راحت. تمام؟ هنكمل بقى ايه امتلاء بالبلاد فالليفت اتريال بريشر بيعلى على الهادي. طيب فيز 5 بيسموا فيز 5 بروتو دايستوليك فيز. تمام؟ ايه اللي بيحصل في فيز 5 يا شباب؟ فيز 5 دي يعني في بعض الكتب بتطنشها ما بتحطهاش اساسا يعني ولا كانها موجوده لان التغير الوحيد اللي حاصل فيها هو شرارة البدء لفيس 6. تمام؟ اللي هو ايه بقى؟ ان انا في فيس 5 يستمر نقصان بريشر الفنتريكل
تمام، ويبدأ الفنتركل يعمل دايستول، بس اكشولي ما عملش، يعني هو لسه بيقول يا هادي، لسه برضو ايه هيبتدي يسحب، هيبتدي يعمل دايستول، تمام. فما فيش تغير حقيقي، انا مكمله بنفس تغير الريديوس دي ايجكشن هنا، ومكمله بنفس تغير الاتريوم هنا اللي هو مفصول عن القصه، ومكمله بنفس تغير الفوليوم هنا اللي هو بينقص الهادي قوي او تقريبا ما بينقصش، والتي ويف خلاص خلصت. الحدث الوحيد اللي بيحصل في فيس 5 هو في نهايه فيس 5، تمام. ففي كتب كتيره جدا بتلغي خالص البروتو دايستوليك فيس دي، ولان هي كمان قصيره، هي 0.05 من الثانيه، تمام، بتعتبرها تكمله الفيز 4، يعني كان فيز 4 اللي هي ريدوست ايجكشن مكمله لغايه هنا. فبدل ما اقول ان الفيز بيحصل فيها كذا وكذا 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 وقف، اللي هو الكلام اللي انا قلته فيز 4، هنزود عليها ان في نهايه فيز 4 الفالف هيقفل. خلاص، مين الفالف اللي هيقفل هنا؟ الاورتك فالف، تمام. الفالف اللي هيقفل في نهايه فيز 5 هو الاورتك فالف. يبقى الفيز 5 اللي هي البروتو دايستوليك فيز دي عباره عن مرحله من تكمل التغيرات فيز 4 لغايه ما اوصل للحد اللي يقفل لي الاورتك فالف. طب ايه اللي ممكن يقفل الاورتك فالف؟ ان الفنتريكولر بريشر يبتدي يقول هنقص اهو عن الاورتك بريشر. كون ان الفنتريكولر بريشر ناوي ينقص عن الاورتك بريشر، ده لا يمكن السماح بيه عشان الدم ما يرجعش القلب تاني. فالاورتك بريشر ايه؟ فالاورتك فالف ايه؟ هيقفل، وبالتالي هيترزع الباب، فهيعمل لي هنا S2، وS2 ده مسموع، تمام كده؟ يبقى فيز 5 ما فيهاش حاجة جديدة، استمرارية في decrease في الانترافنتريكولار بريشر والاورتك بريشر. على نهاية فيز 5 الانترافنتريكولار بريشر هيبتدي يبقى أقل من الاورتك بريشر، الاتريال بريشر لسه بيعلى على الهادي، الفنتريكولار فوليوم شبه ثابت، والاي سي جي ما فيهوش تغيير. نهاية فيز 5 هي S1 ورزعة الباب، تمام؟ نيجي لفيز 6. بنسميها ايه فيز 6؟ بنسميها ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز، تمام. ايه ده، هو ريلاكسيشن كمان في ايزو فوليومتريك؟ هنشوف ليه. انا هنا عندي الاورتك فالف جرى له ايه؟ قفل في النقطه دي. طب وهو الميترال فالف كان اخباره ايه؟ هو قفل من هنا، قفل من نهايه فيز 1. طب حد قال انه فتح؟ لا، هو عشان يفتح لازم يحصل ايه؟ لازم الفنتريكولار بريشر ينزل عن الاتريال بريشر. طب هو انا هنا في فيز 6 الفنتريكولار بريشر فين؟ ده فوق، تمام، فوق هنا 80. هو خلوا بالكم في المرحله بتاعه الماكسيمم ايجكشن وصلنا ل 120، اوكي، عشان ما نيجي نتكلم على الضغط عرفنا فين ال 120 وفين ال 80. يبقى انا هنا عليت ل 120 وبعدين بنزل، وصلت هنا ل 80، بس 80 دي ما تفتحليش الايه؟ الميترال فالف، هتقفل لي الاورتك فالف. فاصبح الاورتك فالف مقفول وكمان الميترال فالف مقفول. يبقى في المرحله دي من اول هنا لغايه هنا المسافه اللي هي 6 دي كلها الventricular chamber is closed. طب المصل بتعمل ايه في الحته دي؟ بتعمل دايستول. خدوا بالكم احنا خلصنا الديبولاريزيشن وخلصنا البلاتو وخلصنا الريبولاريزيشن، فانا هنا في ريلاكسيشن، تمام. فالventricular muscle هنا بتريلاكس، اوكي. لما تكون الventricular muscle بتريلاكس والفالفز مقفله، يبقى الفوليوم بتاعها ثابت والبريشر بتاعها بيقع. ادي خط الفوليوم اهو، الventricular فوليوم ثابت وخط البريشر بيقع، تمام، بينزل اهو، اوكي. طيب وبالنسبه للاورتك بريشر، اول ما الفالف يقفل الاورطه بتعمل ريكويل، تمام. اول ما الفالف يقفل خلاص ما عادتش بتستقبل بلاد، ما فيش حاجه بتعملها ديستنشن بتخليها تتمدد، هيبتدي الاورطه ايه؟ يعمل ريكويل، يبتدي يتراجع تاني زي الاستك كده، يفعص الدم اللي جواه شويه، تمام. الى جانب ان في حاجه اسمها بالس ويف ريفلكشن، دي مش عليكم، مش مشكله. المهم ان هي هتزود شويه الضغط في الاورطه، فهيبتدي بعد قفله الفالف يعلى سنه، تمام. يبقى هو كان بينزل ورجع يعلى تاني عند بعد ما الفالف اتقفل، خلاص كده. طيب نتاكد تاني النقط بتاعتنا، ايه اللي علقنا عليه وايه اللي ما علقناش عليه. البدايه قلنا كلوجر اوف ذا اورتك فالف، خلاص. فاذا الايه الفنتريكولر دايستول هيقلل الضغط، بس هو ايزو فوليومتريك فالفوليوم ثابت، علقنا اهو على الفوليوم. طيب والاورتك بريشر بيزيد عشان الريكويل،
اي سي جي ويف ما فيش حاجة دلوقتي، انا في مرحلة فلات اي سي جي ويف تمام، والساوند كان في بداية المرحلة ونهاية المرحلة اللي فاتت اللي هو S2 تمام كده، فكده مفيش حاجة خلاص. اللفت اتريال بريشر مكمل في الارتفاع الطبيعي بتاعه بالفينس ريتيرن، كل الخط ده كده فينس ريتيرن تمام. المرحلة اللي بعد كده مرحلة رقم 7، مرحلة رقم 7 اسمها ماكسيمم فيلينج تمام، اسمها ايه؟ ماكسيمم فيلينج فيز. بيحصل فيها ايه الماكسيمم فيلينج فيز؟ بدايتها وصول البريشر بتاع الفنتريكل نزولا لبريشر الاتريوم، اصبح عند بريشر الاتريوم وابتدى يخطيه لتحت. وانس بريشر الفنتريكل هيقل عن بريشر الاتريوم، الميترال فالف يفتح بقى، عشان بريشر الفنتريكل هيبقى قليل هيشفط من الاتريوم تمام. فلما يفتح الميترال فالف عند المرحلة دي مفيش أصوات، عشان أنا أساسا طبيعي إن فتحة الفالف مفيهاش صوت، يبقى بداية المرحلة مفيش صوت لفتحة الفالف، هيجي صوت بعد كده هنقول ليه تمام. يبقى تاني، أول تغير إن ضغط الفنتركل المستمر في النزول بسبب الدايستول نزل تحت ضغط الإتريوم، فالفنتركلر بريشر is below just below the intra-atrial pressure so the mitral valve open تمام. اول ما الميترال فالف يفتح يحصل ايه؟ بصوا خلوا بالكم في بريشر جريدينت، الفنتريكل تحت الاحمر اهو تحت والاتريوم فوق، البريشر جريدينت ده يخلي البلاد جاشز فروم ذا اتريوم تو ذا فنتريكل، فالفنتريكولار فوليوم يعلى، ده اسمه فنتريكولار فيلينج، عشان كده قلنا اسمها ماكسيمم فيلينج تمام كده. يبقى الفوليوم اهو ايه؟ بيعلى. اندفاع البلاد من الاتريوم للفنتريكل بعد ما الفالف فتح، البو بتاعت البلاد دي بيبقى ليها صوت اسمه S3 غير مسموع بالسماعة في الشخص الطبيعي، بيسمع احيانا في الاطفال، اطفال الزغنططين بيبقى لسه جدار الفنتريكل بتاعهم رقيق، فلما انت ترزع مية في, في, في حاجة كده عاملة زي يعني حاجة رقيقة هتعمل طق S3 تمام كده. طيب الاورتك بريشر اخباره ايه في المرحلة دي؟ اصبح كمية الدم اللي بتمشي من الاورتا اكبر من قوة الريكويل انها تعمل development of pressure، فبالتالي الاورتك بريشر هيهدى تمام. هو بيعلى ويهدى، خلوا بالكم في الرنجات العادية بتاعتنا يعني اللي هي ما بين ال 120 و 80، مش هينزل عن كده خالص اوكي. طيب يبقى انا هنا الاورتك بريشر ايه؟ بيهدى لان الدم ابتدى يسيب الاورتا ويمشي للبريفري. طب الventricular pressure بينزل عشان يسحب دم من الاتريوم. طب والاتريال بريشر بينزل عشان الدم بيتسحب منه للفنتريكل، بس هو لسه مخطي الفنتريكل، يعني هو صحيح بيقل بس ما بينزلش عن الفنتريكل تمام. طب فنتريكولار فوليوم بيزيد عشان الفنتريكل بيتملي. طب والاي سي جي ولا حاجه، والهارت ساوند اس 3 اللي هو صوت طرقعه البلد لما بيهت الفنتريكولار وول، وده نون اودبل ساوند خلاص، نون اودبل يعني لا يسمع بالسماعه العاديه على الشخص الطبيعي تمام. طيب اخر مرحله فيز 8 ريديوسد فيلينج تمام. ايه اللي بيحصل في الريديوسد فيلينج يا شباب؟ مكملين. يعني ايه مكملين؟ احنا هنا الفالف مفتوح اهو مكملين، الاتريوم البلاد بيتشفط منه للفنتريكل اهو لسه في بريشر، لسه جريدينت الاتريوم اعلى من الفنتريكل تمام، بس الفنتريكولار بريشر ابتدى، بصوا يعني اللي عنده دقه نظر كده هيلاحظ ان السلوب ابتدى يعلى لفوق سنه، ده ليه؟ لان الدم ابتدى يتراكم في الفنتريكل تمام، فبيملى والاتريوم برضو بيملى تمام، لان الفينس ريتورن ما بيوقفش، فالمرحله دي الدم لسه بيندفع من الاتريوم للفنتريكل ولكن بنسبه اقل، حتى الفوليوم بصوا هنا عالي مره واحده، هنا ابتدى العلو ايه يبقى على الهادي قوي. طب هو ليه لسه بيعلى؟ عشان لسه في شويه بلاد بيجوله. طب ليه بيعلى بنسبه قليله؟ عشان كميه البلاد اللي بتجيله مش زي الاول، الاول كان فاضي خالص وبيسحب بلاد بشراهه، بعد كده خلاص اتملى الى حد ما فابتدى السحب يهدى تمام كده. طيب الاي سي جي مفيش تغيير، هارت ساوندز مفيش تغيير، اورتك بريشر مستمر في نفس التغير انه بينزل لتحت لان الدم بيتسحب للبريفري. حد شاطر بقى يفكر معايا نهاية فيز 8 هيكون ايه؟ اديكوا فرصة تفكروا.
هقول على طول عشان السلايد دي كده ايه خدت مدة يمكن نص المحاضرة. بي ويف، بصوا هنا هتيجي بقى مين اللي هتنكد علينا بقى، مش هتنكد علينا ولا حاجة، يعني مين اللي هتبتدي الأحداث من جديد؟ الاس اي نود هتضرب بقى جه ميعاد البلصة الجديدة، جه ميعاد الامبلس الجديدة، فتبتدي ايه ويف، بي ويف، تمام؟ اتريال كونتراكشن اهو، بص لف وارجع تاني على اول فيز، تمام؟ ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ هيحصل اتريال كونتراكشن، فيبتدي ضغط الاتريام يعلى ويهدى، وضغط الفنتريكل تابع ليه لان انا في فنتريكولار دايستول، انا مكمل في دايستول يا شباب، تمام؟ طيب والاورطة لسه الدم بيمشي منها، لو وصلت النقطة دي بالنقطة دي هتلاقيهم متساويين، لسه الدم بيمشي من الاورطة فالاورتك بريشر بيقل. طب والفنتريكولار فوليوم اتفقنا ان هو في اخر المرحلة دي من الفيلنج هو كان بيملع على الهادي، هيجي النهاية لما تيجي اس اي نود الامبلس جديدة الاتريوم يكونتراكت يروح دافع شوية دم كمان ايه غصب عنه، يحشر له شوية دم زيادة فالفوليوم يزيد سنة كمان عن اللي كان واصل له، تمام كده؟ ونكمل في ايه؟ في سايكل جديدة. في هنا نقطتين عايزاكوا تعرفوهم قبل ما ننقل، تمام؟ اول نقطة، النقطة دي اسمها LVEDV، left ventricular، LV ده left ventricular اهي هنا برضو LV، EDV اسمها end diastolic volume، اسمها ايه بقى؟ end diastolic volume. يعني ايه end diastolic volume؟ يعني اخر volume وصلنا له في الدايستول. طب هل هذا حقيقة؟ ايوه حقيقة، لان فعلا الدايستول الفوليوم عمال يزيد 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 يزيد. طب ما هو يبقى ده الاند دايستوليك، لا سيادتك وهنا لسه ما ملاش على الاخر، لسه الاتريوم هيكونتراكت ويملى شويه كمان، فيبقى اذا ده الاند دايستوليك فوليوم، تمام؟ اعلى فوليوم اتملى جوه الفنتريكل، خلاص. طب وده اسمه ايه؟ اند سيستوليك فوليوم، ال في اند سيستوليك فوليوم. احنا عاده يعني ما بنحطش ال في ديا، بنحط على طول اي اس في واي دي في، تمام؟ فالاند دايستوليك فوليوم ده الفوليوم الفنتريكل في نهايه الدايستول اللي هو اعلى حاجه مليان على الاخر، والاند سيستوليك فوليوم اللي هو اوطى فوليوم اللي هو فضى ما يمكن انه يفضيه. خلوا بالكم الفنتريكل ما بيفضاش للاخر، احنا مش بنعصر الدم لغايه زيرو، الفنتريكل بيجكت نسبه من الدم والكلام ده هنتكلم فيه، تمام؟ يبقى انا عندي ده الاند دايستوليك فوليوم وده الاند سيستوليك فوليوم، تمام؟ احنا بعد ما خلصنا طبعا السلايد دي يعني مدتها طويلة في الشرح، وانا اتمنى ان انتوا تعيدوها، يعني ما تسمعش الريكورد بتاعها مرة وخلاص، اوكي؟ حاول تسمعوا تاني وتكرروا، لانه الاحداث لما تسمع كل فيز لوحدها هتحس ان الاحداث متناغمة، تيجي بقى تجمع الدنيا هتلاقي ايه لو ما سمعتهاش اكتر من مرة هتحس انك بتتلخبط، تمام كده؟ في كل فيز علقنا على كل التغيرات، ارجوكوا عيدوا السلايد دي تاني، تمام؟ في وقت تاني لو كنتوا زهقتوا دلوقتي، او عيدوا مثلا جزء منها ووقفوا الريكورد ورجعوا اسمعوا في وقت تاني تكملتها، المهم انها لازم تتكرر منعا للخبطه، اوكي؟ لما تسمعها مره واثنين وثلاثه هتلاقوها مش ملخبطه خالص، الترتيب منطقي، تمام؟ شويه كده واختبر نفسك، اكتم الصوت وجرب بس تشوف الايه الفيزز، وشوف نفسك فاهم كل فيز بنتكلم فيها بتقول ايه ولا لا. هنقرا كلام الهاند اوت مع السلايد دي، مهم قوي قوي قوي، لان طبعا مكتوب بقى كلام كتير جدا، تمام كده؟ فايه علشان نقدر نركب الكلام على الرسمه بشكل سلس، اوكي؟ ننتقل بقى ان احنا هنتكلم على اهم الكيرفات اللي اترسمت في الكاردياك سايكل.